بكل تأكيد هذا اليوم يوم تاريخي، تاريخي بكل المعاني. هذا الحلم الذي انتظره العراقيين منذ سنين طويلة، وكان يراهن الجميع أن العراقيين يستطيعون أن يحققوا هذا الحلم. اليوم نعلن عن البدء بتنفيذ مشروع الأجيال، مشروع الأمل، ميناء الفاو الكبير. اليوم وضعنا حجر أساس لهذا المشروع الذي سيكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من تاريخ العراق. هذا المشروع الذي سيضع العراق على خارطة المنافسة الدولية لخدمة كل العراقيين من البصرة إلى زاخو. اليوم سيحتفل كل العراقيين بهذا العرس الكبير الذي سيفتح فرص للشباب والشابات لخدمة بلدهم كما خدم أجدادنا في الماضي وعبر التاريخ. عبر المساهمة بالحضارة الإنسانية سيساهم اليوم العراقيين بهذا لخدمة المنطقة والعالم.